الفائزة في الشوط الماضي. شوط جديد ينطلق في هذه اللحظات، والزميل الكريبي بن جابر المري. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحبل الكريم، مشاهدينا متابعينا الأعزاء، متواصلين بتواصل أشواط هذه الفترة الصباحية وانطلاقة ومنافسات سن الثنايا مسافة 8 كيلومترات، وما تحكي لنا من منافسة وقوة وأداء مميزة. ننطلق مع أول المراكز لنتابع هملول علي بمبخوت بن مسعود المري على المركز الأول وعلى الصدارة. النقلة إلى المركز الثاني، نتابع على ثاني التحديات انطلاقة حامل الرقم 2، يتواجد الدكتور راشد بن علي بن راشد بن حبيب المري على ثاني التحديات، ينطلق شعاره مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع أبناء الكويت، وشعار أيضا قادم من دولة الكويت الشقيقة مع غزيلان حسين بن علي بن مانع العجمي، ينطلق شعاره على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع تقدم شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي على المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد مبعد المبارك بن مناحي بن محمد الدوسري. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة والمتقدمة بمسيرة هذا الشوط وبانطلاقة الأسماء. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نذكر بصاحبة أفضل توقيت زمني شوطنا الخامس يا بن بريك مع محبوبة لعبد الله بن عامر بن قانوش العامري، مع أيضا مالك محبوب اللي فازت معنا في الشوط الخامس وكان توقيتها الزمني 12 دقيقة 33 ثانية 7 أجزاء من الثانية. له التهنئة من قدم لنا محبوبة في خامس أشواط هذا الصباح معنا ومع منافسات سن الثنايا. نعود إلى مجريات الشوط لنتابع هذه الانطلاقة، لنتابع القيادة من شعار بن مسعود على المركز الأول مع هملول اللي يصول ويجول بالانطلاق مع الصدارة، ومع المقدمة علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري على أول المراكز. يتقدم شعار كقائد للأسماء المتواجدة أحد أبناء ميدان الشحانية، يقدم لنا هذه الانطلاقة الجميلة. إذا متابعينا الكرام شاهدوا صاحبة أفضل توقيت الزمني معنا في هذا الصباح، وهي محبوبة من حضرت بشعار عبد الله بن عامر بن قانوش العامري. التوقيت 12 دقيقة 33 ثانية و3 أجزاء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك محبوبة كما تتابعون تشاهدون عبر شاشة قناة الريان الفضائية. شكرا أحمد السادة، شكرا محمد فيضي على هذه الصورة الواضحة والجميلة. نعود إلى مجريات الشوط، نعود إلى شعار بن مسعود كما أسلفت على المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط مع هملول والسلالة الهملولية التي تجري بعروق هملول، من يجري على أرضية هذا الميدان كقائدا لزمام الأمور. علي بن مبخوت محمد بن مسعود المري على المركز الأول. ثاني المراكز التوادي المشاهدين الكرام من قبل زعفران الباحث عن مادة الزعفران، ينطلق لأول ندى، يتقدم مع المركز الثاني حامد بن ناصر بن علي النعيمي من يمتلك أيضا زعفران متواجد على أرضية هذا الميدان، يقدم لنا هذا الأداء المميز على ثاني التحديات. المركز الثالث يتواجد هملول الآخر، هذا هو هملول للخزع بن محمد بن قرين العامري، ينطلق مع المركز الثالث. ويتتواجد السلالة الهملولية في هذا الشوط وحاضرة بقوة مع الانطلاقات ومع المقدمة. المركز الرابع أتابع مشاهدين مشاهدينا الكرام شاهين والسلالة الشاهينية مع ظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، يقدم لنا هذا الشعار الحاضر مع انطلاقة شاهين، شعار يملأ العينين بانطلاقته على المركز الرابع. المركز الخامس التقدم مشاهدينا الكرام من قبل مبعد ومبارك بن مناحي بن محمد الدوسري، يقدم لنا شعاره على خامس التحديات. هذا هو النداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المتواجدة
والمنطلقة بمسيرة هذا الشوط. نعود بطبيعة الحال يا راعي شاهين إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى شعار بن مسعود الحاضر بالانطلاق مع أول المراكز، متقدما مع الصدارة، مقدما لنا أدائه وعرضه الجميل كما اعتادوا جماهير هذا الشعار بإحضار وأيضا بمشاهدة الانطلاقات المميزة والأداءات الجميلة والرائعة مع بن مسعود ومع انطلاقة هملول. هملول على المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. بدأنا نقترب من منتصف مسافة هذا الشوط ومنتصف مسيرتنا في هذه الانطلاقة، لنطوي معكم سجلات الأربعة كيلومترات ونبدأ بفتح سجلات جديدة بيضاء للمنافسة وللانطلاق وآخر سيارات هذا الصباح مع شوطنا الثامن المنطلق الذي نشاهد به هذه الانطلاقة الجميلة مع المنافسة الأسماء الكبيرة الحاضرة. أول المراكز هملول، علي بن مبخوت، محمد بن مسعود المري، والمركز الثاني يتواجد مشاهدينا الكرام زعفران وحامد بن ناصر بن علي النعيمي على المركز الثاني، الباحث عن مادة الزعفران، الباحث عن السيارة في هذا المهرجان. ومع هذه الانطلاقة الجميلة تعود ملكية الزعفران لحامد بن ناصر بن علي النعيمي مع المركز الثاني يتواجد شعاره. المركز الثالث يتقدم هملول، الخزع بن محمد بن قرين العامري يتواجد شعاره على المركز الثالث. المركز الرابع أتابع شاهين وظافر بن هادي بن مسعود الأحبابي، والمركز الخامس التواجد من قبل شعار الدوسري الحاضر مع المركز الخامس مبعد ومبارك بن مناحي بن محمد الدوسري. إذا لم يتجدد أي جديد على الأسماء الخمسة المتواجدة بمسيرة هذا الشوط، وما خلف الخمس أسماء ما بعد حان تواجدها بالنداء. ترقبوا قدوم هذه الأسماء المتواجدة في الوقت المناسب، كما أيضا اعتدنا على الانطلاقات مع منافسات أرضية ميدان التحدي ومع قدوم الأسماء الكبيرة الحاضرة بسجلاتها الحافلة، وما وصلت لهذا السن إلا بأيضا سجلات أهلتها للانطلاق مع سن الثنايا ومع مسافات 8 كيلومترات المسافة المرثينية حاضرة أيضا حضور الأسماء الكبيرة. أعود إلى أول المراكز، أعود وأتحول إلى أول المراكز مع مقدمة هذا الشوط لأتابع الصدارة، لأشاهد المقدمة، ومع انطلاقة هملول علي بن مبخوت محمد بن مسعود المري يقدم لنا شعاره ممنيا النفس بانتزاع ناموس هذا الشوط كما حضر هذا البعير في سباقاتنا المحلية وقدم لنا انطلاقات مميزة وحظى على نقاط عديدة في هذا أيضا الميدان وفي المحافل الخارجية. انطلق مع المركز الثاني لأتابع انطلاق هملول، الخزع بن محمد بن قرين العامري يتواجد شعاره على ثاني المراكز. المركز الثالث التقدم مشاهدينا الكرام من قبل زعفران حامد بن ناصر بن علي النعيمي. المركز الرابع أتابع مشاهدينا الكرام التقدم إلى ثالث المراكز من قبل شاهين وظافر بن هادي بن مسعود إحبابي على المركز الثالث. المركز الرابع تأخر قليلا زعفران حامد بن ناصر بن علي النعيمي. المركز الخامس يتواجد شعار الدوسري مع تواجد وانطلاق مبعد مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري على المركز الخامس. هذه الأسماء الخمسة، هذه الشعارات الخمسة والخماسية الماسية اللي تضم هذه الشعارات الكبيرة والنجوم الساطعة والفايف ستار. أعود إلى أول المراكز، أعود إلى البيج ستار، إلى النجم الساطع مع الصدارة مع المقدمة ومع هملول القائد لمجريات هذا الشوط المسيطر تمام السيطرة على أول المراكز. علي بن مبخوت بن محمد بن مسعود المري على المركز الأول. المركز الثاني بدأ يواصل الضغط على ثاني المراكز ليتس
وصل الهملول مع المركز الثاني، هملول مع الصدارة، هملول مع المركز الثاني، هملول بن مسعود وهملول بن قرين العامري على ثاني المراكز. إذن القزع بن محمد بن قرين العامري على ثاني المراكز يتواجد، شعار على ظهر أيضا هملول المركز الثالث. الله يا الأسماء بدأت تنطلق بهذه اللحظات مع انطلاقة شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي، ينطلق شعاره المركز الرابع يتقدم مبعد مبارك بن مناحي بن محمد الدوسري. والمركز الخامس وصل الشقب لعنتر بن كردي بن عنتر بن خس المري، ينطلق شعاره بهذه اللحظات مع الشقب على المركز الخامس. الله يا الانطلاق، الله يا المنافسة، الله يا القوة، الأداء المميز وعملية البحث عن الناموس وعن السيارة. الكيلومتر الأخير، كيلو العمليات، كيلو الصراع، كيلو القوة، كيلو أيضا إعطاء الأوامر مع أيضا هذه الانطلاقات الجميلة مع هذه الأداء المميزة. انطلق مع الصدارة، انطلق مع المقدمة، غير مجريات الشوط ليستعيد أمور المسلوبة والمنهوبة هملول مع بن مسعود وقادم الشقب. وهنالك المنطلق، المنطلق شاهين ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي، غير مجريات الشوط، بعثر مجريات الشوط، انطلق مع الصدارة، انطلق مع القيادة. المركز الثاني غزا قاسي أحمد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي، يصل شعاره لأول نداء مع الحزام الأخضر، مع الحزام الأخضر يتواجد شعاره لينطلق مع المركز الثاني. العودة مع الصدارة، العودة مع شاهين والسلالة الشهرية الحاضرة بقوة مع انطلاقة أول المراكز، ومع تواجد شعار ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي على المقدمة، على الصدارة، مع السيارة، مع الناموس، مع التتويج. خط النهاية يقف حبا واحتراما لقدوم الأسماء ولقدوم شاهين والسلالة الشهرية الحاضرة والمتواجدة بقوة في هذا المهرجان وفي جميع المحافل المحلية والخارجية. إذن شاهين يفوز معنا في آخر أشواطه سيارات هذا الصباح ليظفر بهذه السيارة الغالية في هذا المهرجان الغالي. الثاني تلك ظافر بن عادل مسعود في المركز الثاني، وصل قازي لأحمد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميد في المركز الثالث، وصل مشاهدي الكرام مهاوس منصور محمد العامري المركز الرابع، الشقب لعنتر بن كردي بن عنتر المخص المري المركز الخامس، وصل مياس لعلي بن راشد بن محمد بن فهد الخاطر. إذا مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء تابعنا وشاهدنا الانطلاقات والمنافسة المستمرة حتى خط النهاية، وكان شاهين هو صاحب الكلمة وزن 54 أجزاء من الثاني. الثاني والتبريكات نزف والي ظافر بن هادي بن مسعود الحبابي المركز الثاني، وصل قازي توقيت الزمن 12:57 ثلاث أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لأحمد بن سعيد بن أحمد بن سيف الرميثي المركز الثالث، كان الوصول من قبل مهاوش 12:58 سبع أجزاء من الثانية. الثاني والتبريكات لمنصور محمد بن دهروي العامري.